بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في المدرسة الإلكترونية الصف الأول المتوسط المادة رياضيات. درسنا لهذا اليوم اللي هو الخطوات الأربع لحل مسألة الدرس الأول من الفصل الدراسي الأول، الخطوات الأربع لحل مسألة. طبعا فكرة الدرس أني أحل مسائل باستخدام خطوات الأربع لحل المسألة. نشوف التمهيد للجميع معي. طبعا التمهيد هنا يوفر مشاري من مصروفه اليومي 5 ريالات يوميا. بعد كم يوم يستطيع شراء جهاز ثمنه 130 ريال؟ 130 ريال. طبعا المسألة هنا أول حاجة لازم أفهم المسألة. أول خطوة عندنا لازم أفهم المسألة، يعني المعطيات والمطلوب، ماذا يريد مني وماذا أعطاني. هذه الخطوة الأولى اللي هي افهم. أول خطوة افهم. طبعا عشان نحل مسألة زي كذا نحتاج لخطة عمل للسؤال عشان نصل إلى اليوم الذي سوف يشتري فيه الجهاز اللي ثمنه 130. فنلاحظ وقلنا نفهم المسألة هنا، طبعا المعطيات، المعطى الأول أن المشاري يوفر من مصروف اليومي كم؟ 5 ريالات يوميا. المطلوب مني أني أعرف بعد كم يوم يستطيع شراء جهاز ثمنه 130 ريال. هذه الخطوة الأولى أفهم. الخطوة الثانية بالترتيب خطط. خلاص أنا فهمت المسألة الآن، عرفت المعطيات، عرفت المطلوب، الآن لازم نخطط كيف أحل المسألة. طبعا المسألة زي كذا أخطط لها باستخدام الجدول، كالتالي. لاحظوا معي هنا عدد الأيام، المبلغ الذي سيوفره مشاري. طبعا اليوم الأول قلنا كم يوفر مشاري؟ ممتاز، 5 ريال باليوم الأول يوفر 5 ريال. في اليوم الثاني كم يوفر؟ إذن ممتاز يا أيمن، 10 ريالات. في اليوم الثالث 15 ريال. نلاحظ هنا كل ما زاد يوم عدد الأيام، كل ما زاد المبلغ كم؟ 5 ريال. نعم، كل ما زاد عدد الأيام يوم يزيد عندي المبلغ مقدار 5 ريالات. فلاحظوا معي في اليوم الثالث 15، اليوم الرابع 20، هكذا أزود 5 على 15، 5 تصير 20. اليوم الخامس زاد يوم، أجل أزود على المبلغ 5، 25. اليوم السادس 30. إذن متى يستطيع شراء جهاز قيمته 130 ريال لو مشينا على نفس النمط هذا؟ راح نصل إلى الحل. أن نلاحظ أن مشاري يستطيع توفير مبلغ 130 ريال بعد 26 يوما لو مشينا على نفس النمط بعدد الأيام، اليوم الأول، الثاني، الثالث، كل شوي زودنا 5، زودنا 5، زودنا 5 على المبلغ اللي يدخره مشاري. راح نصل إلى أنه يستطيع شراء الجهاز بعد 26 يوم. من المسألة هذه نلاحظ أن الخطوات الأربع لحل المسألة. أول خطوة عندي افهم. ما هي افهم؟ افهم يعني اقرا المساله بتمعن، طلع المعطيات، ما هي المعطيات، ما المطلوب مني في هذه المساله، هل المعطيات كافيه لحل هذه المساله، هل هناك معلومات زائده. هذه افهم. الخطوه الاولى افهم ما المعطيات، ما المطلوب ايجاده، هل المعطيات كافيه لحل المساله، هل هناك معلومات زائده. الخطوه الثانيه خطط. بعد ما افهم المساله وطلع المعطيات والمطلوب، انتقل للخطوه الثانيه اني اخطط كيف احل هذه المساله. طبعا كيف نخطط؟ كيف نربط الحقائق بعضها ببعض؟ يعني المعطيات هذه، طبعا دائما المعطيات توصلني الى الحل. اذا استخدمت التخطيط السليم المعطيات في المساله راح توصلني الى الحل. اختار خطه حل المساله. بعض المسائل تحتاج اني احلها بجدول، بعض المسائل اطلع النمط، بعض المسائل عن طريق الرسم، على حسب المساله. فاختار الخطه المناسبه للحل. لاني لو اخطيت انا بالخطه حقت الحل راح يكون حل ايش؟ صحيح ولا خاطئ؟ لو اخطيت بالخطة، لو وضعت خطة خاطئة أكيد بتكون حلي إيش؟ خطأ. قد يكون هناك عدد من الخطأ لحل المسألة. طبعا بعض المسائل مو لازم خطة واحدة، يمكن تجيك خطتين جميعهما صحيحة، جميع الخطتين صحيحة، لكن بعض الطلاب يحل بالخطة هذه، بعض الطلاب يحل بالخطة هذه. طبعا جميع الطرق توصل إلى الحل إذا كانت خطط سليمة. بالأخير أقدر الجواب. طيب
خلصنا من الخطوه الثانيه، خطوات الاربعه لحل، مثلا نروح للخطوه الثالثه اللي هي حل. وحل هذه دائما تعتمد على التخطيط، تعتمد على التخطيط، وهي تنفيذ للتخطيط، تنفيذ للتخطيط. طبعا حل هنا استعمل خطتك لحل المساله، اذا لم تنجح الخطه اختر ارجع واغير الخطه كامله، اذا لم تنجح الخطه في الوصول للحل ارجع واغير الخطه كامله، بالاخير ما الحل يعني انفذ الخطه وطلع الجواب. اخر خطوه عندنا اللي هي خطوه نعم زين تحقق، تحقق هل تتوافق اجابتك مع المعطيات في المساله، يعني اتاكد من الاجابه هل هي تتوافق مع المعطيات هنا، هل اجابتنا متوافقه مع التقدير، اذا لم تكن الاجابه معقوله فنختار خطه ونبدا من جديد. فالاساس هنا دائما هي الخطه، اذا فهمت المساله كويس وطلعت المعطيات وطلعت المطلوب وخططت ممتاز اقدر احل واتحقق. لكن اذا كان تخطيطي غير سليم فدائما الحل غلط والتحقق بيكون اكيد ايش غلط، الحل غلط والتحقق بيكون غلط. واضح؟ احد عنده سؤال في الخطوات الاربعه؟ طبعا بالترتيب افهم خطط حل تحقق. اسال يا عبد الله، عبد الله سوين اسال. حلو تحقق. طبعا يا عبد الله الخطوات بالترتيب، اول حاجه نفهم نخطط نحل نتحقق. طبعا اذا كان الحل خاطئ تحققت وطلع عندي حل خاطئ ارجع للخطه غير الخطه، لازم اغير خطه الحل. راح ناخذ امثله الان راح توضح معنا اكثر واكثر واكثر، ركز معنا يا عبد الله. طبعا لا ننسى الخطوات الاربع زي ما قلنا، افهم خطط حل تحقق بالترتيب، افهم خطط حل تحقق. طيب مثال عندي الجميع ركز معي، مثال واحد يقول ان القطر هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متجاورين، القطر قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متجاورين كما هو موضح بالاشكال التالية. لاحظ معي هنا ان المثلث لا يوجد به اقطار، ليه؟ للرؤوس المتجاورة ما اقدر ارسم قطر، لان شرط القطر انه يكون قطعة مستقيمة بين رأسين، هذا رأس، لاحظوا معي هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، فلو وصلت من هنا ما نقدر، ليه؟ لان بيكون الرأسين متجاورين، من غير هذا بيطلع هنا عندي خطين مستقيمين. لاحظ هنا عندي المعين، هذا نطلق عليه المعين، كم له قطر؟ واحد اثنين، له قطرين، هذا القطر لاحظوا هذا القطر يصل بين رأسين غير متجاورين من جنب بعض، فلاحظ معي هنا الراس الاول هنا الراس الثاني قابلت بعض، نعم هي الزوايا، وهذا قطر ايضا، هذا قطرين. طيب الشكل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هذا الشكل خماسي، هذا نسميه الشكل ايش؟ الخماسي له خمسه اقطار، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه له خمسه اقطار. طيب السؤال هنا يقول كما هو موضح بالاشكال التاليه، هل نستطيع ايجاد عدد الاقطار المضلع السباعي؟ نبغى المضلع ايش؟ السباعي، هذا المضلع الثلاثي، المضلع الرباعي اربع ضلع ضلع ضلعين ثلاثة اربعة، المضلع الخماسي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، راح نرسم المضلع السداسي، بعدين المضلع السباعي راح نطلع عدد الاقطار في المضلع السباعي. طبعا هنا اول نقطة قلنا او اول خطوة، اول خطوة عندنا افهم افهم المعطيات. طبعا المعطى الاول اللي عندي قطر وهو قطعة مستقيمة تصل بين راسين غير متجاورين، هذه رقم واحد. والمعطى الثاني الاشكال، الشكل الثلاثي الرباعي الخماسي وعدد الاقطار فيهما صفر اربعة اثنين خمسة، صفر اثنين خمسة. طيب المطلوب عندي هنا ايجاد عدد اقطار مضلع سباعي له سبعة اضلاع، المطلوب عندي ايجاد عدد اقطار مضلع سباعي. خلصنا من خطط الان، من افهم الان نروح ليش؟ خطط، خطط لحل هذه المسألة. ركزوا معي الجميع، نلاحظوا معي، طبعا افهم نعرف ان عدد اقطار المضلعات التي لها ثلاثة اضلاع اربعة اضلاع خمسة اضلاع احنا نعرفها بالرسمه، اللي لها ثلاثة اضلاع لا يوجد لها اقطار، اللي لها اربع اضلاع لها قطران، اللي يوجد لها خمس اضلاع لها خمسه اقطار. هذه الخطوه الاولى افهم. التخطيط ننظم المعلومات هذه في جدول، ننظم المعلومات هذه في جدول ثم نكتشف النمط ونوسعه لما نصل الى الشكل الذي له سبعه اضلاع، الذي له سبعه اضلاع. لاحظوا معي كيف الآن؟
طبعا الان طبعا خططنا خلاص نحل يعني ننفذ يعني نعمل الجدول، نعمل هذا الجدول بالشكل التالي. طبعا فوق عدد الاضلاع المضلع يعني المضلع الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي السباعي المطلوب علي. طيب عدد الاقطار قلنا المضلع اللي له ثلاث اضلاع هل له اقطار؟ لا صفر صح ولا لا؟ طيب المضلع الرباعي كم قطر قلنا؟ كم له قطر؟ قطران ممتازين. المضلع الخماسي كم قطر؟ خمسة ممتازين. طيب المضلع السداسي كم قطر؟ لاحظوا معي هنا زودنا اثنين، هنا زودنا كم؟ لاحظ معي هنا كل ما زاد عدد الأضلاع كل ما زاد عدد الأقدار مقدار واحد. لاحظ معي هنا ثلاث أضلاع لا يوجد له أقطار، أربع أضلاع له قطران، خمسة أضلاع له خمسة أقطار، يعني كيف صارت اثنين خمسة؟ زودنا كم؟ زودنا كم؟ ثلاثة. إذن هنا كم نزود؟ أربعة، نزود أربعة، هنا نزود خمسة بالترتيب، هذا هو النمط. لاحظوا معي زودنا ثلاثة صار خمسة أقطار الشكل السادس، زود أربعة راح يصير تسع أقطار. الشكل السابع كم بيكون؟ زود كم؟ ممتازين، نزود خمسة راح يكون عندي 14 قطر، راح يكون عندي 14 قطر. أعيدها من جديد، جميع ركز معاي. أول حاجة نفهم نعرف أن عدد الأقطار المضلعات أعطانا إياها بالرسم قبلان، أن الشكل الثلاثي لا يوجد له أقطار، الشكل الرباعي له قطران، الشكل المضلع الخماسي له ثلاثة خمسة أقطار. المطلوب مني اني اطلع الشكل السباعي هذا كم قطر. طبعا اخطط تخطيط نظمنا المعلومات في جدول بالشكل التالي، عدد اضلاع المضلع يعني الشكل المضلع الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي السباعي تحت عدد الاقطار. وشفنا العدد الذي له ثلاث اضلاع لا يوجد له اقطار، واللي له اربع اضلاع له قطران، واللي له خمس اضلاع له خمسه اقطار. طيب كيف اصبحت؟ لاحظ معي الشكلين، الصفر كيف صار اثنين؟ زودنا اثنين. اثنين كيف صار ثلاثه؟ زودنا ثلاثه. الخمسة كيف صارت تسعة؟ ذكر نزود أربعة نزود خمسة. هذا النمط، هذا نسميه النمط المعين. لاحظ معي هذا نسميه النمط. طيب الآن آخر خطوة عندي إيش تحقق؟ كيف نتحقق منها؟ طبعا نتحقق منها عن طريق الرسم، نتحقق عن طريق الرسم. نرسم المضلع السباعي ونمد لها الأقطار، فإذا طلعت 14 قطر فإجابتي صحيحة. لاحظ معي هنا بالرسم، طبعا انا بتحقق منها لازم ارسم اقطار الشكل للتحقق. جميع ركز، هذا هو الشكل، ضلع ضلعين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا الشكل السباعي. واضح الجميع الشكل السباعي؟ له 14 ضلع. طبعا من شروط القطر انه يمر بين رأسين غير متجاورين. لاحظ معي غير متجاورين، فنلاحظ يلا نمد منه قطر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا لما نصل الرعم. الحل صحيح، نصل إلى 14 قطر. فهنا رسمنا 14 قطر من رأسين غير متجاورين، يعني من جنب بعض، يعني من متخط من هنا إلى هنا. لاحظ هذا متجاورين ما أقدر أمد خط من هنا إلى هنا، لكن متقابلين أقدر أمد له خط للرأس الذي مقابله، هذا هو القطر. واضح الجميع؟ صوت واضح، أعطوني رقم واحد. طيب نروح للمثال الثاني، الجميع ركز معي. عندي طائر الطنان يستطيع طائر الطنان تحريك جناحيه 50 مرة في الثانية الواحدة. لاحظ معي يستطيع طائر الطنان تحريك جناحيه 50 مرة في الثانية الواحدة، فكم مرة يستطيع تحريكها في الدقيقة الواحدة؟ من يقول لي أول خطوة هنا؟ ما هي أول خطوة؟ خطوة أربع لحل المسألة. ممتازين، أول خطوة افهم، أول خطوة نفهم. طبعا هنا نطلع المعطيات ونطلع المطلوب. من يقول لي المعطى؟ ما هو المعطى هنا بالسؤال؟ ما هو المعطى؟ نعم افهم، المعطى هو افهم. المعطيات هنا، من يقول لي ايش المعطى في السؤال؟ هذا المعطى، ان طائر الطنان يحرك جناحيه 50 مره في الثانيه الواحده، هذا هو المعطى. هذا هو المعطى، طبعا المعطى رسم من افهم. طيب المطلوب، طيب ممتاز، كم مرة يحرك جناحيه في الدقيقة الواحدة؟ هذه الخطوة الأولى، نعرف أن طائر الطنان يحرك جناحيه 50 مرة في الثانية، هذه افهم.
ونريد معرفة كم مرة يستطيع تحريك جناحيه بالدقيقة الواحدة، هذا المعطى، هذا المطلوب. طيب التخطيط، الخطوة الثانية خطط، الخطوة الثانية خطط. طبعا حنا نعلم ان الدقيقة كم ثانية، الدقيقة كم ثانية، الدقيقة الواحدة، نعم الدقيقة 60 ثانية، نستفيد منها. شوف التخطيط كيف، نعلم ان الدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية، ونضرب 60 في 50 نحصل على حل. ليش نضرب؟ طيب ليش ما قلنا نقسم؟ ليش نضرب؟ نعم الصغير الكبير، لاحظوا معي، علشان اطلع كم مرة الدقيقة الواحدة نضرب في 60 اللي هي الدقيقة تساوي 60 ثانية بنحصل على الحل. الآن عاد نطبق الخطة، هنا نطبق الخطة اللي خططنا لها اللي هي الخطوة الثالثة، حل عدد المرات تستطيع تحريك جناحي بها في الدقيقة الواحدة، 60 ضرب 50 3000 مرة، 3000 مرة. طيب نبغى نتحقق، كيف نتحقق؟ من يقول لي كيف نتحقق؟ ما يحتاج جدول، هنا ما نحتاج جدول، هنا ما اعطاني نمط. نقسم، نعم ممتازين، نقسم، نقسم 3000 على 50 تعطيني 60، اذا اعطتني 60 اجابتي صحيحه، او نقسم 3000 على 60 اذا اعطتني 50 اجابتي صحيحه. لاحظوا معي، تحقق، نقسم 3000 على 50 اعطتني 60، اذا الاجابه ايش؟ صحيحه. لاحظوا معي، قسمت هذا على هذا فاعطاني العدد اللي قبله، العكس فالاجابه صحيحه. اعيدها من جديد، طبعا عندي هنا طائر فنان يحرك جناحيه 50 مره في الثانيه الواحده، كم مره يستطيع تحريكها في الدقيقه الواحده؟ اول خطوه قلنا خطوات حل المساله، افهم اول خطوه، افهم، نطلع المعطيات ونطلع المطلوب. المعطى عندي انه يحرك جناحيه 50 مره في الثانيه، المطلوب نريد معرفه كم مره يستطيع تحريك جناحيه في الدقيقه الواحده. الان نخطط المساله، نعلم ان الدقيقه الواحده تساوي 60 ثانيه، نضرب 60 في 50 هذا التخطيط. الان نطبق الخطه، خلاص نضرب 60 ضرب 50 كم طلعت؟ 3000 مره، اذا الجواب بيكون 3000 مره في الدقيقه الواحده. نتحقق بالقسمه العكس، ف 3000 تقسيم 50 تعطيني 60، اذا الحل صحيح. حل ايش؟ صحيح. الان تدرب، ما الشكلان التاليان في النمط ادناه؟ ما الشكلان التاليان في النمط ادناه؟ احنا نفهم هنا عندي شكل وبطلع الشكلان المتتاليان هنا. يلا من يرسم لي الشكلان؟ احمد سامي، يلا احمد سامي. القلم معاك يا احمد سامي. ابغى الشكلان المتتاليان في النمط. شكرا لك يا احمد، ممتاز، شكرا. نعم اجابه صحيحه. لاحظوا معي هنا، اول حاجه زي ما قلنا نفهم المساله، عندي اشكال على نمط واحد، طبعا معين معين، دائره دائره، مربع معين معين، دائره دائره، مربع بالترتيب. المطلوب مني اطلع الشكلين بعد المعين هذا، اطلع الشكلين بعد المعين. التخطيط ارجع للنمط من اول، لاحظ معي هنا مربع، اول شيء اعطاني معينين، بعدين دائره دائره، بعدين مربع، بعدين معينين، دائرتين، مربع. اذا بتكون هنا عندي معين ودائره، بيكون عندي هنا معين ودائره. فطبقت الشكل هذا، لاحظوا الشكل هذا كامل بالشكل هذا، واكمل نفس الشكل هذا كمان، هذا هو النمط، هذا هو النمط. راح تكون الاجابه بملاحظه نمط الشكل، سنلاحظ ان الشكلين هما معين ودائره، معين هذا المعين طبعا، والدائره هذه الدائره. معين ودائرة. طيب تدرب اثنين، يقول ما العددان التاليان في النمط ادناه؟ ما العددان التاليان في النمط ادناه؟ 9 27 81 243 729. ابغى اطلع العدد اللي هنا والعدد اللي هنا، يلا من يقول لي؟ اول حاجه نفهم ان عندي اعداد مرتبه على شكل نمط، المطلوب مني اطلع العددين
الأخيرين. نخطط المسألة هذه يعني نطلع النمط. طلع النمط. يلا نختار. يلا ميمونة. ميمونة. نمط هنا الضرب في 3. لاحظ هنا يا جميع ان التسعة هنا كيف صارت 27؟ 27 كيف صارت 81؟ 81 كيف صارت 243؟ فنلاحظ هنا التسعة صارت 27 ضربناها في 3. اذا ال 27 كيف صارت 81؟ ايضا ضربناها في 3. اذا بنضرب 243 في 3 لازم تعطيني 729. اذا 729 راح نضربها بكم؟ في 3. في 3 يا عبد الله. يا عبد الله وين اسال. اضرب 9 في 4 تعطيك 27. اضرب 9 ضرب 4 هل تعطينا 27؟ نعم يا فاطمة ممتازة. 36. 9 ضرب 4 36. هل اعطتني العدد اللي بعده؟ هل اعطتني العدد اللي بعده يا عبد الله صوينع؟ ممتازين. 2187. اذا العدد الاول 2187. طيب ابغى اطلع العدد الثاني. نفس العدد طلعناه هذا نضربه ايضا بثلاثة. واضح يا عبد الله؟ هذا نمط ترتيب معين. تأكد. شكرا يا ميمونة. تأكد من الإجابة. الجميع ركز معاي. احنا طبعا هنا التسعة عشان اطلع النمط اشوف كيف صارت 27 وقلنا نضرب في 3 فعلا 9 في 3 27. طيب ال 27 كيف صارت 81 نضرب في 3. 81 ضرب 3 خلنا نتأكد هل النمط حقنا صحيح ولا لا. طبعا لان مرات يختلف النمط فركزوا معاي. ضربنا 9 في 3 27. طيب 81 ضرب 3 هل تعطيني 243 ام لا؟ لاحظوا معي 81 ضرب 3. يلا نضرب 3 بواحد 3. طيب 3 بثمانية 24. إذا الإجابة صحيحة نضرب في 3. أجل ناخذ الآن العدد اللي قبله عشان نطلع العدد هذا نضرب في 3. 729 ضرب 3. يلا نضرب الآن 3 في 9 كم؟ 3 في 9 7 باليد 2 27. الآن 3 في 2 4 معي 2. 3 في 2 6 ومعي 2 8. 3 في 7 1 20. 2187. 2187. طبعا لنا نفس الخطوات زي ما قلنا. طيب الآن بطلع العدد اللي بعده نفس الكلام نضرب 2187 نضربها في كم قلنا النمط؟ في 3. يلا 3 في 7 1 20. 3 في 8 كم قلنا؟ 3 في 8 3 في 8 كم؟ 24 معي 2 6 باليد 2 26. 3 في 1 3 معي 2
3 في 3 مع 2 كم 5 3 في 2 6 6561 6561 اذا اجابتنا ايش؟ اجابه صحيحه اجابه صحيحه. طيب ابغى اتحقق من يقول لي كيف نتحقق من المساله هذه؟ كيف نتحقق من المساله هذه؟ اي احمد سامي كيف نتحقق؟ الطريقه ايش؟ ممتاز باختصار بالقسمه نقسم العدد هذا على ثلاثه، اذا اعطاني اللي قبله فاجابتي صحيحه. قسم اللي قبله على ثلاثه اذا اعطاني 729 فاجابتي صحيحه. يلا نختار الرقم هذا 6561 على السبوره البيضاء نقسم على ثلاثه 6561 جميع لاحظ معي 6560 قسم على ثلاثه، لازم يعطيني العدد اللي وين؟ قبله. عشان اقسم على ثلاثة ناخذ ستة اول شيء نضربه بكم تعطيني؟ ما هو العدد اللي اضربه في ثلاثة يعطيني؟ ستة اثنين ركزوا معي ما عندك غلط يبون اجابة صحيحة ركزوا معي يلا اثنين ضرب ثلاثة ستة الان اطرح ابدالي واحد 561 ستة مع ستة صفر طبعا 560 يلا اضرب العدد في ثلاثة يعطيني خمسة اللي هي الواحد ثلاثة بواحد ثلاثة نطرح الان 61 يبقى لي بالترتيب طبعا عشان ما تصير سهل علي يبقى لي 2 طرحنا طيب ايش العدد اضربه ب 3 ويعطيني 26 ها 3 بكم يعطيني 26 3 ب 8 بتعطيني 24 نعم لان 3 ب 9 بتعطيني اكثر 3 ب 8 بتعطيني 24 الان اطرح يبقى لي هنا 1 يبقى لي هنا 2 هنا 0 يلا ما هو العدد اضربه ب 3 يعطيني 21 ممتازين السبعه 21 الان نطرح 0 0 0 اذا الاجابه بتكون 2187 هل نتاكد الان من الرقم اللي قبله لازم يكون 2187 نعم الاجابه صحيحه 2187 فكذا انا تاكدت من الرقم اللي قبله طيب ابى اتاكد من الرقم هذا اقسم الرقم هذا كمان على 3 اذا اعطاني 729 فاجابتي صحيحه نقسم 2187 على 3 يلا نفس الكلام 2187 قسمها ايضا على 3 لازم تعطيني 700 لازم تعطيني 729 كنا نقسم 2100 لاحظوا معي هنا 2187 قسمها على 3 يعني نرجع رجوع احنا ضربنا الان ايش نقسم يلا من يقسمها لي 2187 من يقسمها لي على 3 يلا يا بدر محمد اتكلم معك يا بدر يلا لما قسمها الجميع تابع معي عشان تعرف كيف تقسم تستخدم قسمة مطولة يلا معك يا بدر يلا يا عبد الله الثامر المرة الجاية يا بدر ركز معنا يلا عبد الله الثامر اضرب السبعة الثلاثة فعلا تعطيني 21 طبعا اخذ ايش؟ السهل لي طبعا اثنين الحالة ما اقدر اقسم على الثلاثه لان اصغر من الثلاثه باخذ الرقم اللي مع اللي بعدها معاها لاحظوا معي 21 ما هو العدد اضرب 3 يعطيني 21 7 الان اطرح بقى لي هنا 87 بقى لي 87 بعدين اخذ الثمانيه اقدر اقسم على الثلاثه لانها صغيره ثمانيه اقدر اقسم اخذها الحالة عشان تكون علي سهله بالترتيب ناخذ الارقام بالترتيب من اليسار اضرب 2 3 6 الان اطرح طبعا السته تكون هنا نعم اطرح يبقى لي هنا 7 هنا يبقى لي 2 27 متأكد الآن هل هي 729 شكرا لك يا عبد الله الإجابة صحيحة شكرا لك نعم أعطتني 729 إذا إجابتي صحيحة طبعا لا ننسى الخطوات افهم خطط فهم تحقق فهمنا أن هذه أرقام مرتبة على نمط التخطيط نضربنا نضرب في ثلاثة طبقنا الحل هذا ضربنا عدد هذا في ثلاثة أعطانا هذا ضربنا هذا في ثلاثة أعطانا عدد اللي بعده تحقق بالقسم تحقق
تقص. نعم يا عبد الله قاسم، عندك سؤال؟ روح تدريب الثالث. ما العددان التاليان في النمط أدناه؟ ما العددان التاليان في النمط أدناه؟ جميع ركز معي، هذه ممتازة. لاحظوا معي، واحد وواحد، اثنين وستة، 24. أبغى العدد هذا والعدد هذا. طبعا نفهم المسألة عندي أعداد مرتبة على نمط معين، المطلوب مني أطلع العددان الأخيران. يلا من يحلها لنا؟ مختار. يلا عبد الله صوينع، أعطيك القلم. يلا يا عبد الله، جميع ركز معايا، هذه مهمة. كيف صارت الواحد واحد؟ كيف صارت الواحد اثنين؟ هكذا التفكير يكون. ضربنا بواحد، ممتاز. واحد ضرب واحد واحد. طيب بعدين؟ ممتاز، نضرب اثنين. بعدين نضرب اثنين بثلاثة، ممتاز. بعدين نضرب الستة بكم؟ لاحظ معي، ضربنا الواحد بواحد أعطاني واحد، ضربنا الواحد باثنين أعطاني اثنين، ضربنا اثنين بثلاثة أعطتني ستة. نضرب الستة بكم؟ نضرب الستة بكم؟ بأربعة أعطتني 24. إذا نضرب ال 24 بكم؟ 24 نضربها بكم؟ عشان تعطيني عدد. ممتاز يا ميمون، ممتاز يا عبد الله التامر، ممتاز يا مهند. نعم نضربها بخمسة، ممتاز يا عبد الله السويني. نضرب 24 بخمسة، طيب 24 ضرب خمسة كم؟ يلا اضربها. يلا يا عبد الله صوينع، ضرب لنا 24 ب 5 كم تطلع؟ 120. طيب ال 120 اضربها بكم؟ نعم 6، ممتاز. طيب 120 ضرب 6 كم تعطينا؟ مئة عشرين، 120 ناقص 12. شكرا يا عبد الله الصينع. طيب ابى اتاكد من حلي، هل هو صحيح ام خاطئ؟ ابى اتاكد من الحل، هل هو صحيح ام خاطئ؟ من يتاكد لنا؟ يلا صوت واضح للجميع. يلا يا مهند الاحمد، ناخذ العدد اللي هنا ونقسمه على كم؟ كم كان العدد هنا؟ 700 وكم قلنا؟ 720. ابغى اتاكد منها. يلا السبوره، ابغى اتاكد من 720. القلم معاك يا مهند، ابغى اتاكد من 720، هل الاجابه صحيحه ام لا؟ يلا مهند القلم معاك. نقسمها على الستة، نعم حسب النمط اللي طلعناه. ثمانية وعشرين تقسيم ستة، نضرب بالواحد، ستة بواحد سبعة، ممتاز. بقالي 12. طيب 6 بكم يعطيني 12؟ لا ننسى الصفر، هي 720، يعني لازم في صفر هنا. هنا في صفر 720 وليس 72. فاكتب الصفر هنا، زود صفر هنا. نعم ممتاز يا احمد،
24. نعم 120 اذا الاجابه صحيحه. شكرا لك يا مهند. يلا انا بتاكد من اللي قبلها. اللي قبلها اللي هي 120، هل تعطيني 24 اذا قسمناها على كم قسمنا طبعا؟ يلا من يتاكد لنا؟ خالد فروه. يلا خالد. طب اتاكد من اللي قبلها 120 كيف؟ هل تعطيني اذا قسمناها 24 ولا لا؟ بس نقسمها على 6 ولا على كم؟ على كم نقسمها؟ ممتاز يا ميمون، ممتاز يا عبد الله التامر، فعلا نقسمها على 5. لان النمط زي ما قلنا نضرب 1، نضرب 2، نضرب 3، نضرب 4، نضرب 5، نضرب 6. الآن نطرح، قال 2 ينزل العدد اللي أضربه بخمسة يعطيني 20. ما هو؟ ممتازين ممتازين. الأربعة شكرا لك يا خالد. إذا الإجابة صحيحة. لا ننسى، افهم، خطط، حل، تحقق. مسألة زي كذا طبعا أول حاجة نفهم إيش المعطيات. عندي ارقام اعداد مرتبه على نمط، المطلوب مني اطلع العددين الاخيرين، اخطط حل المساله، اطلع النمط، يعني اشوف الواحد هذا كيف صارت واحد، الواحد الثاني كيف صارت اثنين، اثنين كيف صارت سته، فلاحظوا معي، واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب اثنين اثنين، اثنين ضرب ثلاثه سته، سته ضرب اربعه 24، 24 ضرب خمسه 120، 120 ضرب سته 720. طيب ابغى اتحقق الان اخر خطوه، طبعا عكس الضرب القسمه. فأقسم 27 على 6، إذا أعطتني 120 فإجابتي صحيحة. أعطتني عدد غير كذا فالنمط اللي أنا وضعته خاطئ، فأرجع وأخطط من جديد. نهاية درسنا لهذا اليوم، تعلمنا الخطوات الأربع لحل المسألة. من يذكرني بالخطوات الأربع؟ أول خطوة، يلا اكتبوا لي أول خطوة. ممتازين، افهم. طيب افهم، ماذا تتضمن افهم؟ افهم ماذا تتضمن؟ ماذا نقصد بافهم؟ ممتاز يا احمد سامي. المعطيات ايضا ايش؟ والمطلوب. خلصنا من افهم، فهمنا المساله، نروح ليش؟ ايش الخطوه الثانيه؟ نخطط لحل المساله، نخطط لحل المساله. طبعا الخطه لازم تكون خطه صحيحه، عندنا اكثر من خطه لحل المساله. طيب خلاص خططنا كل حاجه، وش نسوي بعدين؟ الخطوه الثالثه من خطوات حل المساله نحل، نطبق هذه الخطه، نطبق هذه الخطه. طيب حلينا، بعد ما نحل شو نسوي؟ نتحقق. نتحقق. لاحظوا معي لو نرجع هنا بس حاجة بسيطة، ركزوا معي عشان تفهموها واحدة واحدة. لاحظوا معي افهم، لازم اقرأ المسألة بتمعن، اعرف المعطيات، اعرف المطلوب. هل المعطيات كافية لحل المسألة او هل هناك معلومات زائدة لا استفيد منها؟ طبعا بعد ما اخلص افهم واطلع المعطيات المطلوبة انتقل لخطط. طبعا المرحلة تخطط هذه مرحلة مصيرية، يعني إذا أنا خططت غلط فحلي غلط وتحقق إيش؟ يكون خطأ دائما. وتخطط هذه ما أقدر أخطط إلا بناء على المعطيات والمطلوب واختيار الخطة السليمة. أخطط إني كيف أربط الحقائق بعضها ببعض، أختار يعني كيف نربط الحقائق بعضها ببعض، زي مثال قبل شوي أعطيناكم إياه اللي هو النمط اللي ضربنا في ثلاثة. لاحظ معي، ضربت ثلاثة، نضرب ثلاثة، نضرب ثلاثة. إذا الخطة عندي هنا إني أضرب في ثلاثة، ربطنا حقائق مع بعض. نختار خطة جيدة لحل المسألة. طبعا بعض المسائل فيها اكثر من خطه، جميعها تعطيك اجابه صحيحه. خلصنا من خطط، ننتقل الى حل. حل استعمل الخطه اللي انا وضعتها، يعني انفذها تنفيذ لخطه. اذا لم ينجح الحل، يعني الحل كان غلط، ارجع واخطط من جديد، يعني هذه الاساس، ارجع واخطط من جديد واكتب الحل. طبعا تحقق اخر خطوه من الخطوات الاربع لحل المساله. هل تتوافق اجابتك مع المعطيات في المسألة؟ هل إجابتك متوافقة مع تقديرك لها؟ إذا لم تكن الإجابة معقولة فاختار خطة أخرى وأبدأ من جديد. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال بالدرس؟ الشيء واضح، إذا الدرس واضح أعطوني رقم واحد الجميع. شكرا لكم لحضوركم في المدرسة الإلكترونية. موعدنا إن شاء الله يكون يوم السبت مع مراجعة الساعة 4 وربع، مراجعة ثلاث دروس 4 ربع يوم السبت إن شاء الله.